اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. على فكرة مش سهل ان الناس في الشارع عادي تبقى حافظة، ومن الجنس اللطيف كمان تبقى حافظة اسماء لاعبي المنتخب الاولمبي، لكنهم اجبروا كل المتابعين على انهم يبقوا الناس مركزة مع تفاصيلهم، متمنية لهم الفرحة مش بس علشاننا لكن كمان علشانهم لما اظهروه من رجولة رغم صعوبة مواجهة السادسة مساء الخميس، لكن التوقعات او الامنيات كلها لبرونزيه مصريه عبر ستة المنتخب الاولمبي. كابتن علاء، قادرين نعملها بكره؟ ستة النهاردة يعني الساعة واحدة النهارده، عشان قلت، عشان كده النهاردة قلت الساعة ستة. السادسه مساء الخميس، ما قلتش بكره، احنا كده كده بكره. اتفضل. بص، هذه التعليقات او الكومنتات اللي احنا شفناها دلوقتي دي بتدل على حاجة، اللي الناس مقتنعة بالفرقة. والناس يعني ساعات تسمع كومنتات ايه، لا ان شاء الله نكسب، طب لا، كل في نظره تفاؤل كبيره جدا، وده ما بيجيش من فراغ. تمام، اتفق مع اللي هو القبل الاخير اللي قال مباراه صعبه. حقيقه المباراه صعبه، مباراه بالسهله، منتخب المغرب منتخب قوي، تطور حتى عن الفتره اللي فاتت، فرقتنا فرقه قويه. مين اللي هينفذ؟ مين اللي نازل عنده الاراده واراده الفوز؟ مين اللي ربنا هيوفقه ويكرمه في حط تشكيل صح وتغييرات صح واداء لعيبه واللعيبه تنفذ؟ هو ده اللي هيكون، لكن مفيش فرق كبير. لا مش موجود. صعوبه المباراه جايه من ايه يا كابتن علاء؟ جايه من اللي انت عايز تجيب ميداليه، دي مش سهله. انت عايز ميداليه زي ما هو الخصم المغرب عايز ميداليه. انت لعبت مباراتين اكسترا تايم، مباراه وصلت ضربات جزاء ومباراه ثانيه ما وصلتش ضربات جزاء، لكن عامل مجهود لود عالي، هو ده برضو من الصعوبه. عندك حاله طرد مؤثره في في في, في المركز ده. في المقابل برضو اللي هم في برضو فرقه مش سهله عندها طموح، وبرضو في الحته العربي شويه يعني، برضو كل واحد خلينا نبقى واقعيين نتكلم بصراحه يعني، انا عايز ابقى العربي اللي اخد الميداليه، وانا العربي اللي عايز اخد الميداليه. فمباراه نفسيا صعبه ومباراه فنيا صعبه، لكن انا بقول لك اهو ان شاء الله ان شاء الله. ميكالي انا معجب بيه، وقعدت معاه قبل السفر على فكره. وقلت له انا يعني انا ما جيتش جنب المنتخب الاولمبي خالص الفتره اللي فاتت، مظبوط، بس كنت عارف البرنامج بتاعه وقابلته. ليه يا كابتن ما جيتش جنبه؟ كنا محتاجين تيجي جنبه. هو بعيد عن المنتخب الاول والاولمبي. انا شايف ان كان حد انا عايزك تجاوب على السؤال. الاولمبي محطوط البرنامج بتاعه وشغال، و لما جيك في الدوره بتاعه المدربين اللي كانت في المعهد البريطاني، كان في انجليز بيدرسوا للمدربين، انا كنت قاعد ومدرسه الانجليزيه والمدرسه الانجليزيه، وهو قال انا مدرسه برازيليه، قام قال محاضره للمدربين، قال لك ولازم انتوا يبقوا لكم مدرسه اسمها المدرسه المصريه. ومش شرط كل مدرب اجنبي يجي ينفذ كل حاجه في بلده يجي ينفذها. فعجبني فكره، قعدت معاه. نعم، ذكي جدا. ذكي بمعنى ايه؟ بمعنى انه عامل الكواليتي بتاع اللعيبه النهارده، استحاله اطبق فكري في البرازيل وغير طبقه على اللعيب المصري. عامل الكواليتي بتاع اللعيبه، عامل الجو، عامل الحراره، عامل المناخ، عامل الاعلام، كل الكلام ده بيختلف من قاره لقاره. فدايما هتلاقي واحد جاي من اوروبا عايز يطبق اللي عمله في اوروبا هنا في مصر. وده طبعا انا بقى انا جربت الجروب دي بزد. المدربين الموجودين كلهم جايين، وقعدت معاهم اكتر من مره، قلت لهم انا احترفت بره. لما رحنا مسكنا الاردن انا وكابتن جوه. مظبوط. تمام، مش كل حاجه هنا لازم تنفذ لك، في عادات وفي تقاليد. صحيح. وفي وفي وفي، مش كل حاجه انت بتشتغلها لازم تنفذها هنا. فعجبني تفكيره، قلت له ان شاء الله انت هتروح تعمل حاجه كويسه وترجع، وقال لينا قعد بعد كده قام بضحك وسلم. ايه اللي هيحصل لما يرجع؟ على ما اعتقد ان في قبول من الراي العام على انه يبقى متواجد في في المنظومه يعني بصراحه. يعني لكن طبعا اي شكل من اشكال التواجد؟ مدير فني منتخب. اي منتخب؟ لسه بقى دي قرار مجلس اداره، لكن طبعا هنقعد مع بعض ونتكلم. تصور المدير الفني للاتحاد ان يكون مكلف فين؟ التصور بتاعه اللي هو اولا المنتخب الاولمبي بتاعنا لسه قدامه 4 سنين. لسه مزبوط. قدامه 4 سنين، 2005. واللي انا اعرفه ان هو تقريبا في عقود بره او حاجه زي كده، جاي له عروض. وكيله قال كده قبل البطوله معانا، وقال انه ما بين عروض محليه في مصر وما بين عروض خارجيه في الخليج. تمام، فاعتقد اللي هو هيبقى ليه دور في احدى المنتخبات
لو رئيس الامر اللي هو هيقعد وبتاع، لان في قبول من الشارع المصري ليه. احدى المنتخبات دي اللي هو ما هو يا 2005 يا فريق اول. 2010 او 2010 هنكونه. 2010 معقوله؟ منتخب 2010 2005 ولا اول؟ هل الاول هل الاول من ضمن الخيارات؟ لا انا ماليش دعوه بالمواضيع دي خالص، ماليش دعوه بيها خالص، لكن انا هو اللي انا شفته كان مرحله المنتخب الاولمبي. تمام. وكانت اعتقد ان كان في اتفاق ما بينه وبين الاتحاد على ان هو مرحله جايه يبقى منتخب اولمبي. تمام. الله اعلم يعني اللي هو المنتخب 2005 لكن الاولمبياد المقبله منتخب 2005 لكن لا ما فيش ده قرار مجلس اداره. انا بتكلم المنتخب الاولمبي اللي جاي هو منتخب 2005 الحالي. ايوه اللي هيسميه 2005 الاولمبياد 2028 بس. ففي مشوار طويل يعني انا في اعتقادي الشخصي ايوه ان هو مش هيستمر يعني مش هيستمر بعد كل التمهيده اللي قلتها دي في الاخر بتختم بانه مش هيستمر. ايه رايك؟ وديته يمين وديته الاستوديو كله المشاهدين ونجيبك منتخب اول ونجيبك ونزلتنا 2010 وطلعتنا على 5 وفي الاخر مشيته بعد اللي طلعنا ونزلنا وفي الاخر طلعت انا والعصفور وزفت لوحدي. صح يعني بس هو ده الكلام المنطقي يعني خلي بالك هو ده الصراحه. ليه؟ لان كل المنتخبات متسكنه، كل المنتخبات فيها مدربين. ما تفرقش هو يعني ما انت المنتخب الاول ده بتجيب له مدرب وبيقعده ماتشين وبتمشيه. حصل بس بعيد عن كابتن علاء يعني. انا فاهم وجه الكريم كلامي ليك انت. هتكلم كمجمل بقى. هتيجي عند دي وتبقى في بروفيشنال. مش بروفيشنال بس في مدربين منتخبات مسكت لسه ما خدتش تجربه واحده مع المنتخب. مش انا مش مختلف على فكره خالص. انا عايزه يكمل على فكره. انا معاك ان هو لازم يكمل بس مش في اي بوزيشن تستفيد منه كويس في الكره المصريه. لكن في نفس الوقت انا جايب مدربين منتخبات ما لعبتش حتى تجربه، ده لسه بتشوف اللعيبه في الناشئين. مظبوط. هقول لهم طب امشي بناء على ايه؟ هنا بتتكلم على الكابتن وائل رياض تحديدا هو اللي بيقود المنتخب ده. لا ما هو عندك كمان 2007 كابتن اسامه نبيه من الناس المحترمه جدا، وعندك وائل رياض، وعندك في كمان ناس مش هنكون واقعيين. ميكالي لو هيمسك حاجه في مصر فيا منتخب 2005 يا منتخب اول، اكيد مش هيمسك منتخب 2007 ولا 8 ولا 10 يعني. هنتكلم يا اما ما يمسكش. انا النهارده صح ولا ايه رايك؟ انا بالنسبه لي المجموعه اللي تحت دي معايا مسكنه.